السلام عليكم إخواني الكرام ومرحبا بكم في مقطع جديد بإذن الله. في مقطعنا هذا إن شاء الله وكما ترون على العنوان سوف يكون عن تسريبات يوم الاثنين بإذن الله المقبل. سوف نتحدث في مقطعنا هذا إن شاء الله عن الباكجات وكذلك الأحداث المحتمل نزولها يوم الاثنين بإذن الله. لذلك قبل البدء في الإطلاع على كل هذه التفاصيل أساطير، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة للوصول إلى 30 ألف مشترك إن شاء الله في أقرب وقت. كما ترون أساطير هذا هو الباكج المحتمل نزوله بنسبة كبيرة يوم الاثنين بإذن الله بنسبة 90% يا أساطير، هو باكج نابولي الجديد. كما ترون أول لاعب موجود معنا في هذا الباكج هو كفارا تخيليا، أما بالنسبة للثاني لاعب موجود معنا هو كيم مين جاو، ثالث لاعب موجود معنا في هذا الباكج الأسطوري أو ثالث أول حارس الذي سوف يكون حاضر معنا في هذا الباكج هو أليكس ميريت، رابع لاعب موجود معنا هو جيوفاني دي لورينزو، خامس لاعب موجود معنا في هذا الباكج هو الأسطوري هو أندري زامبو أنجويسيا، السادس لاعب أو ثاني يعني مهاجم في هذا الباكج هو جياكومو راسبادوري، أما بالنسبة لسابع لاعب موجود معنا أو أقوى لاعب بالنسبة لي داخل في هذا الباكج هو فيكتور أوسيمين، أما بالنسبة لآخر لاعب موجود معنا في هذا الباكج الأسطوري هو بيوتر زيلينيسكي كما ترى. أما بالنسبة لليفل ماكس الخاص بهؤلاء اللاعبين سوف أبدأ بكفارا تيخيليا كما ترون، أظن أن الليفل ماكس الخاص به سوف يكون 93 أو 94 بعد تناسق الفريق. ثاني لاعب موجود معنا أو ثاني أو الدفاع الموجود معنا في هذا الباكج الأسطوري باكج نابولي هو كيم مين جاو، أظن أن الليفل ماكس الخاص به سوف يكون 94 أو 95 على الأقل. أما بالنسبة للحارس الأسطوري أليكس ميريت سوف يكون الليفل ماكس الخاص به هو 93، أما بالنسبة يعني لرابع لاعب موجود معنا في هذا الباكج الأسطوري هو جيوفاني دي لورينزو كما ترون، والليفر ماكس الخاص به سوف يكون 95 أو 94 على الأقل. نفس الشيء سوف يكون بالنسبة لأندري زامبو أنجويسيا، أما بالنسبة لأقوى مهاجم داخل هذا الباكج الأسطوري بالنسبة لي هو فيكتور أوسيمين، سوف يكون الليفر ماكس الخاص به هو 98 أو 97 على الأقل يا أساطير. أما بالنسبة لثاني مهاجم داخل هذا الباكج كما ترون هو جياكومو راسبادوري كما ترون، الليفل ماكس الخاص به سوف يكون 96 على الأقل. أما بالنسبة لآخر لاعب موجود معنا في هذا الباكج الأسطوري هو بيوتر زيلينيسكي كما ترون، وعلى ما أظن سوف يكون الليفل ماكس الخاص به هو 98 أو 97 على الأقل. بعد الإطلاع على الباكج المحتمل نزوله ب 90% يا أساطير هذا الاثنين إن شاء الله، سوف أسرق لكم الباكجات الأخرى المحتمل نزولها كذلك الأحداث التي سوف تكون حاضرة معنا يوم الاثنين بإذن الله، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.